قديشك حلوة يا اسطنبول. انت ما بتعرف تسكت؟ ليش حكيت له لجود؟ بديش اشتراك؟ شو؟ لا تعصب، اهدى وخف علينا يا حلو. انا هيك انقذت حياتك، ما بدك تشكرني؟ لو قتلته كنت انقذت لي حياتي. لك انت بس شغل لي مخك شوي، ووقتها رح تعرف ليش انا ما قتلته. لاني اذا ما قدرت اقتله رح يشتكي علي، وهيك وقتها انا وياك رح يحطونا بالسجن. وانا ما بيهمني انسجن، لاني بطلع امتى ما بدي. اما انت اذا فتت ما رح تطلع منه، ويمكن قلبك ما يتحمل وتموت فيه لا سمح الله. ايه، وفي سبب اهم من هذا كمان، لاني مديون له بروحي، وبفضلك انت وفيت له اياه وكسبته لصفي كمان. يلا سلامات. لك بتعرف ما كنت حابب قلك، بس احسن ما تضل حسرة بقلبي. انا رح انصحك نصيحة صغيرة كتير، انت مانك قد هالشغلات بنوب. هي القصص للكبار مو لواحد مثلك، وانت لساتك ولد ببطن امه. فهمتني؟ شو يا حلوة، جرحتي ركبتك؟ قومي وقفي على حيلك. لك انتو شو بدكم مني؟ ليش عم تلحقوني انتو اثنين؟ وصلي هالرسالة لأخوكي، قولي له حط عقلك براسك، وإلا رح تخسرني على الأخير. عم تفهمي يا حلوة؟ شبك نجلة؟ بعتين لك رسالة معي، قال حط عقلك براسك وإلا رح تخسرني. مين قال لك هالحكي؟ يعني مين برأيك؟ رفقاتك اللي سرقوا البيت. على فكرة هدول وسخين كتير. اللي عملوا لك شي؟ لا، هربت منهم وقعت. ليك، إذا رفقاتك رح يضلوا يلحقوني وما رح توقفون عند حدهم، اللي من هلا لحتى ما أطلع من البيت أبدا. ما بعرف شو بدي أعمل، أنا واقع بمصيبة كبيرة ومالي عرفان كيف بدي أخلص منها. بس لو كان بابا معنا كان ورجاهن قيمتهم ولقالي حل لهالمشكلة. يلا ابكي كمان، انت عن جد جبان، شوف شو صار لي بسببك. أمينة، ليكي في أسرار كبيرة بهداك السيدي، وعمه حقي أكيد مخبيه بشي مكان، بس حاولي تتذكري وينه. عم حاول بس ما عم أتذكر، أنا ما عم أتذكر شي بنوب، وين حاطه؟ بترجاكي حاولي، ليكي إذا قدرتي تتذكري رح تساعديني لحتى لاقيكن أمكن بسرعة. ما عم أتذكر وينه، ما في شي بهالراس، ما في شي بنوب. خالي جيهان خلص تركيها، هلأ أمي بتتعب، اسألي خالي عنه. ماشي حبيبتي، خلص اهدي شوي، مو مشكلة، اهدي هلأ منلاقي. ليكي اجا خالي، هو اللي عمل السيدي وبيعرف وينه. شوف يا شو بدكم تسألوني؟ جود، أنا ماني متذكرة وين حطينا السيدي، إذا بتلاقي جيهان رح تلاقي لنا أمنا. جيهان فينا نحكي شوي لحالنا؟ إيه منحكي؟ جيهان،
احنا مو اليوم حكينا بهالموضوع. انا مو طلبت منك انك تنسي قصة امي. جود شوفي بهداك السي دي شو مسجل عليه. انا ما بعرف عن شو عم تحكي. لا تكذب علي، حتى حياة بتعرف فيه. نحنا مو متوعدين ما نخبي شي عن بعض وما يكون في بيناتنا اسرار؟ بكفي جيهان، خلصنا بقى. انا مليت من اسئلتك وما بدي اعكر حياتي بهالقصة كل يوم. تمام، احكي لي معناتها. جيهان انتي ليش عم تضيعي وقتنا على الفاضي؟ ها؟ نسيتي انه هي الايام رح تكون اخر ايام إلنا مع بعض؟ ليش عم نضيعها؟ انا يمكن موت بعد كم يوم. ما رح تموت، ما رح اسمح لك. بس انتي ما فيكي تغيري لقدري، ما فيكي تساعديني بشي. خلينا نكون مرتاحين بهي الايام. كوني مرتي وكوني روحي واخر نفس بتنفسه. تركينا من هالقصة لو سمحتي. جود، لو سمحت احكي لي كل شيء. ليش ما بدك ياني لاقي امكم؟ انا قلت لك سكري على هالموضوع جيهان، سكري عليه. عم تفهمي ولا عيد؟ اذا انت حابه تعرفي مين هي لا تدخليني ابدا. انا بدي اعيش اخر ايامي وانا مرتاح. اذا ما بدك تكوني جنبي لا تعكري علي حياتي. فهمتي؟ مالك حاسس فيه؟ رح خليك تجرب شو عم عيش. انت شو عم بتساوي هون؟ كيف عرفت وين ساكني؟ اهدي شوي، روح من هون. ليك بتصل بالشرطة وبقلن عم تلحقني. اهدي شوي، انا ما رح اذيكي بنوب، جاي لأحكي معك لو سمحتي. الحطبات مرطبين، البيت بيطول لحتى يدفى. تعال عود جنب الصوبية حتى تدفى أكتر. حلوة هالصورة، هاي انتي؟ ما بتشبهني، ما هيك؟ أنا من زمان كنت صبية حلوة كتير، بس يظهر هلأ ختيرت. لا بنوب، مو هيك كان قصدي، لا تواخذيني. ما عندك ولا صورة لابنك؟ لا ابنوب. ليكي قلتي لي اني ماني ابنك وكنتي متأكدة، ولو ما بتعرفي ابنك ما بتقولي هيك. وانت شو دخلك بهالموضوع؟ انت بشو كنت بدك تحكي معي؟ ليش اجيت لعندي؟ طيب ماشي، رح ادخل دغري بالموضوع. انت امه العروة ما هيك؟ انا بعرف. مين قال لك هالحكي؟ مين قال لك اني امه؟ كذب. لا تنكري على الفاضي، انا بعرف انه فتوم مو امه العروة، بس جيهان ما بتعرف بنوب، ومشان هيك فكرتك امي. روح من هون، انا لازم اطلع، اتاخرت على الشغل اليوم. اذا بتقولي الحقيقه انا فيني ساعدك. ما هقول مانك حابه تضمي ابنك، هو هلا مريض ويمكن يموت. بعيد الشر عن قلبه، لا تقول هيك علي. أنا من وقت ما ولدته لهلأ قلبي عم يحترق علي. ما كنت قدراني ربيه لحالي، ولهيك تركته عند فتون ليقدر يعيش. أنا فيني ساعدك ليرجع لك ابنك إذا بتحبي.
كيف رح تساعدني؟ انت بتعرفه العروة؟ طيب مين انت؟ لكي هلأ مو مهم تعرفي مين بكون، انا بس بدي ساعدك بهالموضوع وحابب اجمعك انت وعروة مع بعض، هذا كل اللي بدي اياه. بس بالاول بدي اعرف شغلي. شو؟ مين ابو العروة؟ ما بدك رجعكن لبعض؟ قلي لي معناها مين بيكون ابو العروة. لا ما رح اقلك مين، ما فيني اقول. لا روح من هون، يلا اطلع. يلا ماشي رح اطلع. ليكي كتبت لك رقم موبايلي وعنوان شغلي كمان، اذا غيرتي رايك فيك تحاكيني فورا. ماشي، ولا تنسي بس بدي ارجع لك ابنك. حضرتك فتون خانو. شكرا لك. النعناع بالليمون كمان جاهز. طيب اتركيه عندك. لعية المعدة هي رح تموتني. لأنك متوترة. هذا طبعه وما رح أقدر غيره. ولشو هالتوتر؟ رح تكوني رائعة مثل كل مرة. وين بدك تروح؟ طالع شم هوا وراجع. وأنا قايمة، صار وقت العرض. ميرفت أنت ضبيلي الأغراض وجهزيهم. أمرك فتون خانم. ألو نعم جيهان. جود، تتذكر المكان اللي تقدمت لي فيه؟ ناطرتك هنيك. شو عم تعملي هنيك؟ بس تجي رح تعرف. لك جيهان شو قلنا شغلة هنيك؟ أنت بس تعا. جود بيك، في ضيف بانتظار حضرتك. مين؟ قال لي أخوها لزوجتك. سليم؟ خير إن شاء الله. شو جابوا لهون يا ترى؟ ماشي شكرا. أها سليم، أهلا وسهلا.
خير؟ شوفي شو صاير معك. أنا واقع بمصيبة وما عندي حدا غيرك أحكي له، بدي تساعدني. ماشي، اهدى بالأول. يعني الشرطيين بدهم المصاري اللي انسرقوا؟ ايه صهري. وانت قلي شو لك علاقة بهالمصاري؟ خلص لا تخاف، هلأ منروح على الشرطة ومثل ما حكيت اللي منقعد وبتحكي لهم كل شيء. ماشي؟ لا تخاف منهم أبدا. ما فيني أخي. ليه؟ خلص ما فيني ولا تسألني، انسى كل الموضوع وكأني ما حكيت لك شيء. سليم اقعد. خلص تركني امشي. اقعد. ليش ما بدك تخبر عنهم؟ اسمع احكي لي بصراحة، لشوف انت إلك اي علاقة بهالسرقة شيء؟ لك انت كيف بتسرق معهم؟ ها فهمني كيف بتعمل هيك؟ هذا بيت فتون خانو، يعني هذا بيت رزقك. شو بدك تقول لأمك إذا عرفت؟ ها؟ ولا جيهان ولا نجلة؟ كيف رح تعيش أهلك بهالعار سليم؟ هالبيت أبوك أمنك عليه؟ لأن في وحدة لازم ساعدها وزبلت هالمصاري مني تعمل العملية تتحسن وبترجع تمشي، وإلا بسببي رح تعيش طول حياتها على الكرسي، ولهيك كنت مجبور أسرق. الشي اللي جواتي صعب اشرح لك ياه. الحب اللي بقلبي إلك كبير كتير وعم بيعذبني وعم يجرحني. لازم تفهم قديش أنا عم اتعذب. انت ما بتعرف كل يوم لما بتطلع من البيت بحضنك وجواتي عم ادعي ترجع على البيت، وبدعي انه ما يكون هذا الحضن الاخير. ما جربت هذا الشعور ابدا، بس هلأ رح تجربه. انا رايحة، ما رح تعرف انا وين ممكن كون. رح تفكر اذا ممكن ارجع ولا ما رح ارجع. عايشة صار براسي شي، رح تقدر تشوفني مرة تانية. كل هدول رح يكونوا إشارات استفهام عندك، رح يصير في مثل الصخرة بقلبك. رح تتضايق مني ومن عجزك، بس بالآخر رح تفهم برفضك للعملية شو الإحساس اللي عم عيشه أنا وكيف أنا عاجزة. كل هالشي رح تفهم. أنا آسفة جود، مجبورة عيشك هذا الوجع، وعم أعمل هيك لأني بحبك كتير ولأنه ما بدي أخسرك. بترجاك فهمني. Thank you.
سليم، صرت منيح ما هيك؟ ايه صرت منيح. اسمع شو بدي اقول لك، انت هلا بتفوت على البيت وما بتحكي لحدا عن هالموضوع، ماشي؟ ماشي صاري، شكرا كتير. ايه اصحك مرة تانية تجرب تعمل هيك بطولات لحالك، اتفقنا؟ اوه مساء الخير. شو عم تعمل هون؟ اهل مرتي عايشين هون، وامتى ما بدي بيجي وما باخد اذنك. لازم تاخد اذني لاني صاحب هالبيت. صاحب هالبيت؟ بالله شو نحن حكينا بهالقصة عروه بيك، بس شكلك نسيان شو قلت لك ما هيك؟ عروه ما عندك شغل مهم لازم تعمله؟ مثل شو؟ مثلا انك تروح تدور على امك الحقيقية. كلامك كله كذب، انا ما عندي غير ام وحدة وما في غيرها، فتون كران اللي بتكون امي. خليك عم تهرب لنشوف اخر شي شو رح تعمل. ما في امي. هون ما في شيء امي. عروة شوفي انت منيح؟ خلي الدكتور يجي. ها انا منيح، ما في داعي للدكتور. ليش ما لك صور وانت حامل فيني؟ اوف هلا مشان هيك عم تناديلي؟ مشان هيك جاوبيني لو سمحتي، ليش ما لك صور وانت حامل؟ وليش ما لي صور وقت ولدتيني؟ وانت شو خطر على بالك الصور هلا؟ جاوبيني على سؤالي. من زمان انتقلنا على بيت جديد، وفي صناديق من اغراضنا ضاعوا وقت نقلوهن، وصندوق الصور كان واحد منهم، عرفت؟ هذا السبب يعني؟ وشو رح يكون غير هيك؟ لوين رايح هلا؟ رايح شم هوا. أمينة وقفي لا تخافي. أمينة أمينة شو ما تذكرتيني؟ أنا كمال، لك أنا أخو لأحمد عمه لنور. أمينة أمينة جيهان وينك يا أم راس يابس؟ جيهان مشان الله ردي على تليفونك. خارج نطاق التغطية، يرجى ترك رسالة صوتية بعد الصافرة. جيهان وينك؟ ردي، ليش مسكرة تليفونك؟ لك اصحك تعملي شي بحالك.
يمكن ما دريتي بالخبر، أمي أعطتك عمرة. شو؟ لا، هلأ عم أعرف منك. الله يرحمه ويصبرك. شكرا شكرا. أمي وصتني أعطيكي شيء ومشان هيك إجيت لعندك. هاي لإلك. ها، شو في جوات هالمنديل؟ في مصاري من أمي، أمنتني أعطيك إياهن قبل ما تموت، وقالت لي أمينة تعذبت كتير مع أحمد ونحن ما ساعدناها بنوب، وبتمنى تسامحني على هالشي. إيه مسامحتها. شو هالحكي، معقول يعني؟ كتر خيركن، أنا من زمان مسامحتها كمال، الله يرحمه ويغفر ذنبه، بس هدول المصاري كتير كتار. مرت أخي، نحن كتير قصرنا بحقك، لا تواخذينا. لا تتضايق، مو مشكلة، يلي صار مشي حاله ونحن هلأ مناح. ألو أمينة، جيهان اجت على البيت؟ ها، لا ما اجت. ليش هي مو معك؟ ألو آسيا خانم، مساء الخير. جيهان اجت لعندكم؟ لأنه أنا هلأ رايح على البيت وعم قول لحالي إذا هي عندكم بجي باخدها، عم دق لها تليفونها مسكر، يمكن خالص شحنه. لا ابني، ما اجت لعنا اليوم. ماشي فهمت، معناتها بتكون بالبيت. ماشي، شكرا لك، تصبحي على خير. إن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية، يرجى ترك رسالة صوتية بعد الصافرة. لك جيهان لا تشغلي بالي عليك، افتحي تليفونك بقى. منيح كتير اليوم ما نشروا أخبار عنا. أمي خبروكي الشرطة؟ عرفوا مين اللي سرق؟ لا لسه ما عرفوا مين. أمي، أنت ليش ما عطيتيهم اسم جود؟ مو هو بيعرف فيهم؟ أنت شو عم تحكي حياة؟ كيف بدي أشرح لهم؟ قل لهم أنا وقعت بإيدين مافيا بدهم يقتلوني، وجود إجا وخلصني منهم، ووقت عرف بهاي المصاري؟ عن شو عم تحكي؟ لما أنت كنت بالمشفى ماما وقعت بمصيبة. خلونا نسكر على الموضوع، ممكن؟ لا ما راح نسكره أمي. جود أنقذ حياتي من المافيا، وكان في معه واحد اسمه يمان، بس ما فيني أحكي هالحكي للشرطة. جود مو حرامي، بس هذا يمان واحد مجرم، عطول بيفوت على الحبوس وبيهرب والشرطة ملاحقته. هلأ صح أنقذ حياتك، بس إذا انكشفت هالقصة رح توقع بمشاكل كبيرة، لازم تخبري عنه، يمكن هو اللي سرقهن. شو بيعرفك؟ أنا ما فيني أعطيهم اسم يمان، لأنه رح يروحوا لعن جود باعتباره شريكه ورح ياخدوه معه. صح. وهنا أمي اللي عم تعمليه غلط، وإذا رح تضلي تغطي على هدول الناس رح تندمي كتير. أهلين حبيبتي، أميريني. بدي أسألك سؤال يا مام، بس ما بدي تكذب علي، اتفقنا؟ ماشي، ما رح كذب. أنت يلي سرقت المصاري من بيتنا؟ المصاري يلي رجعتهم أنت وجود لأمي. لا مو أنا، بس ليش هذا السؤال هلأ؟ لأنه عم بيقولوا أنه أنت. هالواطي عروة اللي عم يتهمني، ما هيك؟ يحكي قد ما بده، ما بيهمني. أنت هلأ مو خفتي علي؟ يحكي شو ما بده، حتى إذا بدهم يعدموني، المهم عندي إنك خفتي علي. شو خجلتي؟ شبكي سكتتي؟ احكي لك شي كلمة من اللي بقلبك. يلا بنحكي بعدين. تكرم عينك، ليش انا شو في عندي اهم منك؟
لا تحطي لي اجتماعات بكرة. أمرك يا بيك. أنا بحاجتك هالمرة كمان. شوفي خايف كثير، مو طالع بإيدي شي وما عندي وقت أبدا. جيهان مرتي كتبت لي رسالة وحملت حالة ومشيت، ما بعرف وين، دورت عليها بس ما لقيتها وكأنه انشقت الأرض وبلعتها. ماشي اهدى شوي، خلص روق. ما بقدر روق، تليفونها مسكر. هي قبل هالمرة عملت هيك وحاولت تقتل حالها وقت قدرت لحقها، بس هلأ مو طالع بإيدي شي أعمله وما بعرف وينها. طول بالك وخايف تعمل بحالة شي. لا تأكل هم، هلأ منلاقيها. تكرم عينك سيدي، رح أبعت لك صورتها فورا. ماشي. ايه ايه طبعا، مع التليفون بس يمكن تكون مسكرته على الأغلب، إذا فتحته بتلاقوها فورا. ماشي ماشي سيدي، شكرا لك. شو رح يلاقوها؟ رح يوزعوا صورتها على الدوريات، وإذا فتحت موبايلها بيلاقوها فورا. رح نلاقيها، لا تخاف. انت روق لا تاكل هم. رسالتين صوتيتين. أول رسالة صوتية. جيهان وينك؟ ردي، ليش مسكرة تليفونك؟ لك اصحك تعملي شي بحالك. في أخبار عنا؟ طيب وينها؟ والله جد؟ شكرا كتير، أنا ممنون لك سيدي، شكرا. شو وينها؟ هلأ عارفوا أنه نازل بفندق بشيلة. خانم ليش عذبتي حالك؟ كنت أنا بجيبه. ولا يهمك، أنت تعبت كتير بهالفترة. آسيا بدي أقلك شغلة، إذا حابة ترتاحي شوي ومانك حابة تشتغلي فيكي تاخدي إجازة. شكرا، لا أنا منيحة هيك، يعني عملها هي حالي مثل ما بتحبي. فتون خانم، من كم يوم إجت ميرفت لحتى تشوف حضرتك، عندك خبر بهالشي؟ ليش شو بدها؟ ما قالت لك شو الموضوع؟ أنا ما عرفت شو بدها يا خانم، لأن جيهان اللي فتحت لها، وهي خبرتك انه في وحده بدها تشوفك، بس حضرتك قلتي لها مالك فاضيه. ايه بس قالت لها انها متضايقه وهي هلا بحاجه لمساعدتك، بس ما فهمت عليها شيء، شكلها واقعه بمصيبه. فهمت. رح ربيه مثل ابني ورح عايشه أحلى عيشة كمان، بس بدي منك يا ميرفت تحلفي بأغلى شي عندك وتكوني قد هالشي. حلفي إنك من بعد هاليوم ما رح تطلعي بحياتي أبدا. طيب فتون خانم، بحلف لك بحياة ابني الغالي إنك بعد هاليوم ما رح تشوفيني أبدا.
وينهم هدول يا؟ في نزيلة اسمها جيهان، شو رقم غرفتها؟ أنا بكون زوجها. هلأ بشوف لك. يلا استعجل إذا بتريد. كنت رح جن عليكي، خفت تعملي شي بحالك وتموتي، خفت اتأخر عليكي وتكوني عملتي شي بحالك. هلأ قدرت تفهم شو بحس معك؟ أنا عم عيش بهالحالة كل يوم، بشع كتير هالإحساس. ما تخيل تقعد على أعصابك اليوم بكرة وما بتعرف له نهاية. اليوم قدرت تلاقيني، بس بكرة يمكن اختفي وما عاد تقدر تلاقيني بحياتك. جيهان لا تخوفيني عليكي مرة تانية لو سمحتي. معناها وعدني رح تعمل العملية؟ ماشي خلاص بوعدك اعمل العملية. ما سمعتك. بوعدك يا روحي ما رح تتراجع معك. بوعدك يا أمراض يابس، بوعدك. يا عمري بس ليكي أصحك تشلحي هالخاتم من أصبعك. لأنه وقتها أكيد بموت. بوعدك ما عاد أشلحه من أصبعي أبدا. خير إن شاء الله. مين عند هالصبح؟ جيت؟